يا جماعة انتوا عاملين؟ الحمد لله انتوا كويسين، يا رب تكون بخير. يلا نكسب المرحلة الأخيرة رقم 3 دي دلوقتي، فاضل دور واحد ونكسب. بص جري، بعديها نختار مين مينوز الجاسوس ده. ده نختار الجاسوس نلعب بيه، شايفين؟ بصوا ظهر لنا الاستخدام الحمل ده، دلوقتي هنستخدمه وهو اللي هنكسب الدور بيه. يلا ايوه، اول واحد تاني تلاته، يلا بينا وهنكسب الدور طبعا، و هنكسب والله العظيم. بس بتكلم بجد والله العظيم هنكسب، نكسب هنكسب الدور ده، ونستلم الكبسولة ونستلم التذاكر ونروح ستورد المدرسة القديمة. ايوه هو احسن من ستورد المثلجات ده اساسا. يلا يس هوبا، دلوقتي بص خلصنا الدور، يلا اهو التالي، يلا ندخل اللي بعده. ايوه ظهر لنا الكبسوله، ايه ده؟ واو ده 11 مستخدم. ايوه ندوس تخطي، تخطيناه. واو شايفين؟ بصوا واو الهديه الاخيره، كسبنا ايه؟ واو الميداليه الذهبيه، وده ستيوارد المدرسه القديمه، ده احنا هنلاقيه دلوقتي هتتحول لمباراه. واو بقت ايه الشكل ده؟ اول مره اشوف الشكل الجميل ده. انا تذكره سيب، يلا احنا معانا تذاكر، يلا بينا. لا مش عايزين السحر، عايزين ايوه ايوه احنا كده ايه مش عايزة. واو خلصنا عليهم كلهم. بص احنا مش هنرقي لسه ستيوارد البار، هنرقيه بكرة. يلا بصوا واو يلا بينا نرقيه، شايف؟ بص اهو جميل جدا، شايف؟ بص مترقي ازاي اهو، جميل جدا ستيوارد المدرسة القديمة، شايفين؟ بصوا ونشوف مين ينزل المستكشف القطبي يبقى في ليفل، فلسه كان بطال لسه. ايوه بعدها شايفين؟ ايوه واو واو هوس الحاجة عالية جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل معاكم كل جديد. يلا سلام.